استقبل سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي ديريك شارلت مستشار وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ورحب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بمستشار وزارة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، مشيدا سموه بمستوى التعاون الوثيق بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية وما تشهده من نماء واستدامة في مختلف المجالات والأصعدة، مؤكدا سموه على فعالية الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتزامهما بترسيخ دعائم الأمن والسلام في المنطقة.